طيب الناحيه الشمال بقى، ايوه الزمالك حاليا بعد نقول مثلا اصابات عبد الشافي الطويله، غيابات عبد الله جمعه، ما عندوش غير احمد فتوح. طب احمد فتوح مميز جدا دفاعيا، طب الزمالك اللي هو بيلعب بثلاثه، لو نفترض طريقه اللعبه دي هتكمل، الزمالك محتاج ظهير ايسر ذو مشاركه هجوميه كبيره، خصوصا ان هو ساعات ما بيلعب بوينج باك مصطفى شلبي، لا مصطفى شلبي لما بيرجع يدي الواجب الدفاعي مش قد كده. فمين اللي في الدوري المصري بروفايل كويس جدا في الحته دي وفريق بيلعب بثلاثه؟ جوزيف اوشايا لعيب المقاولين. انا من اللعيبه اللي بحس ان هو مظلوم في الدوري، راجل لعيب جيد جدا. احنا يمكن هنا احنا بلقي بس الضوء عليه لانه من اللعيبه المظلومه فعلا. تعال نبص على ارقام جوزيف اوشايا مقارنه باحمد فتوح واوري لك الحته اللي هي جوزيف اوشايا. عدد المشاركات اكبر، ممكن فتوح تاثر بمشكلته فشارك اقل. عدد الاهداف، اوشايا مسجل 6 اهداف على فكره في الدوري المصري، منهم 3 اهداف بضربات الراس. عشان كده انا بقول لك لما الزمالك بيلعب بثلاثه، فكره ان الوينج باك بيخش ساعات المنطقه، هو مميز كمان في الدخول للمنطقه، صناعه الاهداف صنع 3 اهداف. المحاولات، بص رقم المحاولات 38 محاوله، 38 محاولة ده رقم ضخم جدا طبعاً. في لعيبة مهاجمين ما قربتش منه في الدوري المصري. صناعة الفرص 29 فرصة صناعة، فتوح متفوق على فكرة رغم ان العدد هنا اكبر، بس النسبة لفتوح عدد المباريات متفوق، والمراوغات طبعا فتوح هيبقى متفوق. الكرات العرضية بقى فرق شاسع، فتوح يمكن دي الحاجة اللي تنقصه، عشان كده انا بتكلم ان الزمالك عليه يدور على بروفايل ظهير ايسر ذو قدرة هجومية، عشان نقطة الكرات العرضية قليلة جدا عند فتوح. جوزيف اوشايا متميز جدا في النقطة دي. تعال نشوف دي على أرض الملعب كانت عاملة ازاي، الكرات العرضية ثلاث حاجات اخترت لهم جوزيف اوشايا. كرات عرضية بيشيلها بشكل جيد جدا، بيخش المنطقة بيلعب بدماغه كويس جدا، وبيسدد بشكل كويس. يعني الثلاث حاجات لهم علاقة بالإنتاج الهجومي اللي هو الزمالك يفتقده في الجبهة اليسرى. تعال نشوف الكرات العرضية دي، كانت كرات عرضية في مباراة الأهلي، يعني خصم قوي جدا، الراجل أرسل عرضيتين بشكل صحيح، منهم واحدة اتسجلت هدف، وضع صعب جدا. دي رغم كده بيرسلها بقوة، ودي كانت كرة الهدف اللي سجله المقاولين في النادي الأهلي من عرضية سليمة من جوزيف اوشايا. الراجل لما بتتاح له المساحة بيرسل عرضيات بشكل كويس. تعال نشوف قدرته على المشاركة، دي برضو كرة عرضية في بلقاء البنك الأهلي اللي هو بيقدر يعدي، بيقدر يرسل كرة عرضية بشكل سليم. أنا هنا تصرف المهاجم ملوش علاقة. النقطة الثانية بقى استخدامه لضربات الرأس، مهم من الأسلحة المهمة جدا جدا جدا. خلي بالك الزمالك عنده تميز في ارسال الكرات العرضية، عنده زيزو وعنده حسام عبد المجيد، فلو زودت ورقة ليهم بيلعب بدماغه كويس، فهتلاقي لعيب زي ده مسجل 3 اهداف في الدوري المصري بدماغه، ومشاركته بدماغه بتبقى مميزة وقوية جدا. تعال نشوف كمان نقطة التسديد اللي يعني اعتقد ليها مفتاح قوي جدا، دي كانت ضد الزمالك في الدور الاول. بص المسافه من فين يا كريم، وبيشوط بقوه ازاي الراجل، زي ما قلنا ليه 38 محاوله على المرمى في الدوري المصري، رقم كبير جدا على لاعب بيلعب وينج باك في المقاولين العرب، ودايما تسديداته رغم انها مهما كانت المسافه بيسددها بقوه. ممتاز. فهو من اللعيبه البروفايل المميز. هي. بنتكلم على اللعيب ده تحديدا زي ما بنتكلم على بروفايلات. فالزمالك لو عنده فتوح مميز جدا دفاعيا وظهير ايسر مميز، محتاج بروفايل هجومي في الظهير الايسر. عظيم.